مليونير تحكم عليه بالإعدام لأنه قام بجريمة قتل شحال هذه، والوقيت اللي كان في السجن كينتظر تنفيذ الحكم عليه قرر أنه يهرب. وبما أنه مليونير قدر يطمع حارس السجن فلوس صحيحة غير باش يعاونه يهرب، ولكن الحارس قال له مستحيل تهرب من هنا إلا بطريقة واحدة اللي هي الموت. قال له المليونير كيفاش الموت؟ قال له الحارس اسمعني مزيان، ما عليك غير تخشى في تابوت مع شي واحد ميت وغتخرج من السجن عبر السفينة، ومنين غادي يدفنوك مع بعض الطقوس البسيطة غادي يمشيو، ومن بعد نص ساعة نجيك أنا وغادي نخرجك وغتعطيني داكشي اللي اتفقنا عليه. المليونير تخلع في الاول ولكن قال انا ميت ميت اللهم نغامر، وفعلا اتفقوا على واحد النهار ودار داكشي اللي قال ليه. تخشف التابوت خرجوا من السجن ودفنوه، وبقى كيتسنى داك المليونير فوقاش غيجيه الحارس باش يخرج، وكيحس بالوقت ثقيل بزاف لدرجه انه دقيقه ما كدوز حتى كيعرق وينشف، وكيحس بواحد الضيق ديال التنفس وسط القبر. دازت 5 دقائق وبدا كيحس داك المليونير انه الوقت طويل بزاف، والحصل الحظ كانت عنده وقيده في جيبه وقال ارا نشوف شحال ديال الوقت داز ونعرف شحال باقي ليا. جبد الوقيدة شعلها وشاف شحال الساعة وقال أرى نشوف شكون هذا الشخص اللي مدفون معاه، هو يدوي على وجهه لقاه هذاك الحارس اللي اتفق معاه. هنا المليونير تفاجئ بزاف، وليكم تخيلوا كيفاش كانت النهاية ديالو.